مساء الخير. كابتن احمد عاصم مدرب العام لحرس الحدود، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل ده كله والله يا كابتن. طمنا على فرقة الاهلي. فرقة الاهلي؟ اه لا والله الماتش كان كويس. الاهلي طبعا فريق كبير، طبعا الخسران لسه خسرنا بطولة السوبر الافريقي. يمكن هم يمكن عندهم طبعا غيابات في المنتخب، يمكن ادوا بشكل كويس الماتش الودي. الماتش الودي كان كويس يا كابتن وجهة نظرك فنيا؟ طبعا كان كويس، لكن هم برضو بيلعبوا تيم الحرس، فرقه محترمه، فرقه كويسه. الماتش كان كويس، يمكن لعبنا شوط ساعه وشوط ثاني على 45 دقيقه، يمكن هم غيروا فرقتين، لعبوا شوط بفرقه وشوط ثاني بفرقه. الماتش كان كويس طبعا. يعني مين ابرز اللعيبه في الاهلي؟ عشان كده قلت لحضرتك انت الاقرب، انت الوحيد، اخر واحد شفت النادي الاهلي، فقلت لك طمنا عليه. لا تمام، كان في لعبه كتير ضربت بشكل كويس، كان امام عاشور كان بشكل كويس، في اكرم توفيق، كان ياسر برضو، ابراهيم، لا كان هم دول ضربوا بشكل كويس. يعني عندهم لعيب صغير اسمه سمير محمد، غالبا فوري برضو لعيب كويس. شايف من وجهه نظر حضرتك السوبر المصري ازاي؟ لا طبعا يمكن زي ما حضرتك، يمكن الاهلي هو الاقرب للفوز بالسوبر. الاهلي لما بيخسر بطوله بيتهيألي ما بيقدرش يخسر بطولتين ورا بعض، الامور بتبقى صعبه، فبيركزوا كويس جدا، فيمكن الاهلي اقرب للفوز بالسوبر. يعني فرقه الحرس السنه دي يا كابتن طموحاتها؟ يمكن والله من ساعه لما كابتن يوسف جه وقعد واتكلم معانا، نتكلم احنا مش طموحاتنا ان احنا نقعد في الدوري، نتكلم ان احنا ان شاء الله نقعد، نبقى ناخد مركز كويس. الاداره السنه دي بدعمها بشكل كويس جدا، يمكن لعيبه غير مسبوق ان احنا جبنا اللعيبه دي في خلال مشوار الحرس، يمكن اللعيبه كلها لعيبه كويسه جدا، في لعيبه على مستوى عالي، جبنا رؤى، في ديميتا، في زنفولي، في عمرو جمال، لا في يعني جبنا السنه دي لعيبه محترمه، وان شاء الله نأدي بشكل كويس يعني باذن الله. اهم حاجه في المرحله دي يا كابتن ان اللعيب اللي تاخده ترجع تجدد له الطموحات ثانيه. بالظبط يا جماعه، ده اللي بقى حاكم، يمكن الكابتن محمد شغال عليه من اول لما جه مسك الفرقه، يمكن يعني حتى اللعيبه اللي بتيجي بيكلمها تبقى بالنسبه لك تعمل، لازم تعمل موسم السنه دي كويس، لو انت السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ما كنتش ماشي بشكل كويس، فرصه ليك السنه دي. عندك لعيبه برضو، احنا عندنا لعيبه صغيره، لعيبه كويسه جدا، بيتكلم معاهم، بتقدر بشكل كويس تحترف، فان شاء الله باذن الله احنا طموحنا السنه دي ان احنا ان شاء الله ناخد مركز كويس يعني، ونرجع حرس باذن الله لمكانته الطبيعيه. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لحضرتك كابتن محمد يوسف ان شاء الله، وتقدموا موسم جيد ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن باذن الله ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا.